دوغان وبانسي جاءوا قبلنا، أما نحن فجئنا مع آرتورل، ولكن ابني أجيت وتورغوت ألب إلى الآن لم يصلوا مدينة حلب. حراس المعبد قد أسروا الاثنين. هؤلاء المجرمون. هايكز، ماذا تقول؟ ترغوت، ترغوت، ترغوت. لا أريدك أن تقلقي هيما، فبإذن الله لن يأتي يوم علينا ولا نستطيع أن نستضيف أحدا في أرضنا. لقد مضى وقت طويل واستطعنا البقاء صامدين أمام المغول، وكل وطن من بحر قزوين إلى هنا أخذ قطعة من روحي أو اقتلع لي كبدي. هؤلاء قطعوا أوصالنا، فقدت أبي وإخوتي الكبار وإخوتي الصغار، بعد ذلك ابني سانغورتيكين أيضا. لا أعرف إن كان حيا أم قتل. كان بطلا، ذهب دون أن يأتي منه أي خبر، وإلى الآن أنتظره ولم تنتهي المصائب بعد. ذهب أرطغرل، صدقني إن حدث له شيء سيء الحمد لله عاد دلدمير. تعال اجلس هنا. أهلا وسهلا. أهلا بك سيدي، عدت سريعا لكن الأخبار ليست سارة. هيا تحدث، أرطغرل بخير؟ ابني بحالة جيدة دلدمير. دلدمير، هل أرطغرل حي الآن؟ رأيته بعيني حيا، لكنه في السجن. سجن؟ ماذا تقول يا رجل؟ أسمعت ما قال لسانك؟ تمنيت لو قطع قبل أن يتحدث بهذا، ولكن هذه الحقيقة. رحمن، اذهب إلى المخيم حالاً، أخبر كورد أغلو وكل سادة القبيلة هناك أن يأتوا إلى هنا بأسرع وقت ممكن. والآن أخبرنا بكل ما رأيته في حلب دلدمير. كل شيء رأيته وسمعته أيضاً.